بالنسبة لعمليات اللي هي بعد التكميم اللي هي بتنفع في أوزان أقل أو في سن أعلى، اللي هي بمعنى أصح تقلل حجم المعدة. ودي كانت عملية مثلا بقالها بتاع 20 30 سنة، ومش للدرجة دي يعني إيه النتائج بتاعتها كويسة أوي مشجعة، فعشان كده مش معروفة أوي، اللي هي كشكشة المعدة. هي دي ميزتها ان احنا ما بنشيلش حاجه من المعده، دي بتبقى عباره عن غرز بتتاخد بالمنظار الجراحي لتدقيق حجم المعده فقط. دي حاجه الهرمون ما اتشالش، حجم المعده قل حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت بالوقت بتبقى يعني المعده جزء المعده اساسا عباره عن عضلات الاستيك، يعني الاستيك يعني ممكن تتمدد بالوقت، يعني حتى في التكميم ممكن بعد 5 سنين بتبقى بتكبر تاني. ودي حاجه يعني ايه برضو بتنفع بعض الناس زي اللي هم عايزين يعملوا بالون المعده. فبالون المعده بيبقى برضو حيز داخلي في المعده بيقلل قوي كميه الوجبه نفسها، وطبعا بيخسس شويه بس في حدود، وعشان كده بتبقى يعني طلع مؤخرا انها احسن حاجه لاستعمال حاجه زي كده اللي هي الاوزان الاقل من 100 كيلو بدل بالون المعده، ساعتها تجيب نتيجه كويسه حتى البالون او كشكشه المعده، الاثنين ممتازين في الحته دي. البالون بيأثر على الحته دي من الداخل، كشكشه المعده بتعمل غرز بالمنظار مستديمه خارجيا من المعده، يعني من المعده من بره، ودي بتبقى ميزه كبيره جدا ان احنا نبقى في السيف سايد من ناحيه ان احنا ما شلناش حاجه، او في الجانب الامان من زي ما قلنا التدخلات بامان لحاجه زي كده، وفي نفس الوقت ما شلناش جزء مهم في امتصاص الفيتامينات والمينرالز اللي هي او المعادن اللي ممكن تؤثر على العيان بالسالب بالذات لو سنه كبير. وده طبعا يهمنا في الاخر يعني جراحات السمنه تبقى او تدخلات السمنه تبقى بامان، ولو في اي استفسار او سؤال يعني ميزة كبيرة ان احنا نعرف نرد عليكم ان شاء الله. شكرا.